أنت تسمع حلقة خاصة لإطلاق ألبوم الفنان إبراهيم دشتي الحين على مارينا فام. المسي عليكم بالخير بيورف الكويت حق كل منه بسيارته الحين، واتوقع لان الاجواء خميسيه، فانا ادري اغلب الناس اللي طالع مستاذن اللي اوريدي ويكند مبلش قاعد بخط الشاليهات وبيروح بيت وبيروح الشاليه، او خلينا نقول بلش ويا الويكند مبكر او قاعد يستعد، عشان كذي اجواء دائما مرينا في ام غير العاده كل خميس. فمبلشي معاكم طقطقه ونص وحزه الضحى طقطقه، وبعدين اكيد بتبلش اجواءنا غنائيه معانا اليوم. وقلنا ما راح نطوف هالمناسبة كعوايدنا كونه هو فنان متميز، وإحنا نحب نكون طماعين في وجوده دائما. عنينا هالمرة للمرة الثانية وقلنا له حياك الله ويانا بالاستديو، لأن لما أنت تقط مفاجأة مثل هالمفاجأة حق الناس بيوم وليلة وتكلمنا وتقول حصري الألبوم حقكم أنتم مارينا أفهم، الطمع عندنا يكون مليون مع إبراهيم دشتي. مسي عليك بالخير إبراهيم. يا هلا يا مرحبا. ترى الطمع مني أنا اللي طمعت إنه يكون عندكم. ويا حالات من طمع. يعني الحلقة اللي طافت تكلمنا عن هالموضوع، احنا الحين كم سنة؟ 12 سنة؟ ما شاء الله يس. كل أغاني بث أول عند مارينا أف أم. نعم. فأنا العادة هذه ما أبي أقطعها لأن تعتبرون يسمونها لاكي تشارم. إيه لاكي تشارم. لاكي تشارم. عسى إن شاء الله دائما يكون يعني وي مارينا أف أم خير عليك. دائما. وإحنا شفنا الأصداء الحلوة اللي كانت بالثلاث أغاني اللي تكلمنا فيها تكلمنا عنهم المرة اللي طافت، يعني وايد متصدرة تمادينا، قاعد تكون من الهوت روتيشن عندنا في مارينا أف أم، قاعد تشتغل يعني ما تطوف ساعتين إلا مشتغلة. طبعا أكيد ليتك معي والكرامة خالصي منهم لهم أجواءهم الخاصة. اليوم أنت خلاص الألبوم خلينا نقول صار موجود خلاص رسمي، قرقعت القلب أتوقع عندك لونجيز دقات قلب إبراهيم أكيد راح تكون بالقمة والتوب طبعا. الألبوم هذا خلاص فاينل، الأغاني كلها نزلت إبراهيم. في بعد أغنيتين بعد؟ ها لا أنت كذي إيش قاعد تسوي في جمهورك؟ لا والله في أغنيتين ما يعني ما خلصوا 100% مثل ما أنا أبي. أوكي. فقلنا نخليهم بعد الألبوم نزلهم as a single يعني. أوكي. عشان يأخذون حقهم مثل ما الأغاني اللي بالألبوم خذت حقها. إن شاء الله. إحنا اليوم راح نحاول نكثر ما نقدر نسمع الناس أكثر من ما إحنا نتكلم. صح. وأنا أدري ودك أنت تتكلم وأنا ودي أسمع صوتك، لكن اللي أنا سمعته ومشيت على الألبوم إبراهيم صار فيني لا، هو قال أنا أتحداكم هالألبوم راح يكون علامة في مسيرتي. إن شاء الله. وأنا أصفق لك لأن اللي سمعته صار فيني لا والله، معني شكيت بالكلام وقلت أكيد كل فنان على كل جهد يقوم فيه أكيد بالنسبة له شغله راح يكون جبار طبعا. لكن إحنا كمستمعين يكون دائما الحكم والفاصل. صح. نبلش عيل معك الأغاني اللي نزلت اللي موجودين حط كلهم مرة واحدة غير عن الثلاثة، ليش قررت كلهم ينزلون الحين مع بعض؟ ما درشت مثل الثلاثة والله ما إيه. الخطة كان المفروض إن إحنا كل أسبوع ننزل مجموعة. بس أنا تعب علي إذا كل أغنية بنزلها كانوا يطلبون مني إن نسوي لها فيديو خاص. أي. حق المنصات، وكل أغنية تحتاج تسمعون أغنية كذا كذا على كذا كذا، فبالنسبة لي هذا كان شيء وايد متعب وشيء وايد يعني جهد وايد تعبتي على الألبوم. قلت لك أنا الحلقات وخذ مني جهد وايد كبير. طيب. 3 سنين تحضير فخلاص تعبت. فكلمتهم كان المفروض ينزل قبل يومين، بس كان في كنا بنعدل اللي هم البوسترات، فعشان شي نزلناه أمس. قلت لهم خلاص الألبوم ينزل كامل، أنا اللي ما فيني صبر مو الناس، لأن خلاص لا تشوقنا 3 سنين انت تشتغل. فقلت لهم خلاص الألبوم خلي ينزل وخلي الناس تقرر، احنا ما نبي ننزل نقول ننزل هذين الثلاثة وخلي الناس يحبونهم لا، أنا قلت خلي ننزل الألبوم كامل وخلي الناس هي اللي تقرر شنو الأغنية اللي عاجبتها وكل مود، لأن الأغاني مختلفة طبعا، ما حد راح يحس إن في أغنية متشابهة مع الثانية 100%. راح أمشي معاك على السريع وأسئلتي راح أقللها لأني أبي أسمع مثل ما أنا حريت المستمعين خلصت، لأن إحنا سمعنا وكان لنا الحظ إن نسمع الأغاني قبل لا تنزل بشكل رسمي على مارينا. تعاوناتك وصرحت المرة اللي طافت وقلت بالألبوم راح يكون عندك 3 تعاونات مع أنين. أنين صح؟ أنين. فأنين موجودة معك في 3 أغاني. صحيح. عندنا هذا وقته وورد أصفر وتعال. صح؟ وتعال.
أنا أغنيتي قلت لك فازت عندي واضحة، بس ما راح هذا وقته، بس ما راح تشتغل هذا وقته. الحين راح نبلش بورد أصفر. كون الورد الأصفر مثل ما قلنا عن الغيرة، واللي يهدي ورد أصفر معناته الغيرة عنده مليون مليون. وثيمة الأغنية كانت كذي صح؟ صحيح. أوكي، عندك أي كلام ودك تقوله عن ورد أصفر قبل لا تشتغل؟ إحنا بالناس هم اللي يقولون الكلام بعد ما يسمعوا الأغنية. تمام، عندنا ورد أصفر طبعا من ألحان أنين وكلمات إبراهيم بن سواد، صحيح، خالد توزيع خالد عز وميكس ماستر جاسم محمد. استمتعوا في ورد أصفر ويلي فيك غيرة زايدة. إبراهيم دشتي راح يعبر عن مشاعرك بشكل جميل جدا فيما يخص الورد أصفر. وإذا في بالك تهدي ورد أصفر هالأسبوع أو هالويكند فحط وياها هداء أغنية إبراهيم. أنت تسمع حلقة خاصة لإطلاق ألبوم الفنان إبراهيم دشتي الحين على مارينا فام. أنا قلت في البداية حتى قبل أن نطلع هوا شنو الأغنية اللي تفوز بالنسبة لي في ألبوم إبراهيم، وهو في أكثر من أغنية عشان لا أظلم، لأن الألبوم أكثر من رائع، لكن أسرتني من أول ما اشتغلت حتى قبل أن تتغني. صوتك يهبل إبراهيم، بس أنا شو أسوي، الإبداع لما يكون في الكلمة الصح مع اللحن الصح والصوت اللي يكون شيري اون توب، فتوقع خلاص هذه الأغنية. اليوم احنا قاعد نتكلم عن التعاون الوحيد لكنه هو وحيد ومقول بالألبوم الأول، الأول بعد الكاتب محمد الشريدة بتعاونه معاك خلال هذا الألبوم في أغنية هذا وقته، هذا وقته وألحان الأنين. تكلمنا عن هذا التعاون، شلون شفت التعاون مع محمد؟ محمد أول شيء أنا أعرفه من يعني أعرفه من وقت طويل، وهو الأمانة أنا أفضل إنسان الخلوق قبل ما يكون فنان في أي شيء. الله عليك. وإنسان خلوق جدا ومؤدب ومحترم، وأيضا عنده تعاملات وتعاونات مع فنانين ثانيين بكلام جدا جميل. فهذا كان التعاون الأول بيني وبينه. أبدع، كتب كلام وايد حلو فعلا. كتب كلام أنا جديد علي أغني، وللأمانة كان حريص على أنه سمعوني، أبي أشوف شلون طلع الكلام مع اللحن، لأنه هو كتب الكلام على اللحن. واو. فهذا أصعب شيء على الشاعر أنه يكتب الكلام على اللحن، على اللحن صح. فأبدع وطلعت الأغنية. وأنا للأمانة أمس لما نزل الألبوم كله اللي لاحظته إن هي الوحيدة اللي فيها فيوز أكثر كان. شفت شلون؟ ففعلًا يعني قلت الحمد لله، وهو يستاهل نجاح السريع هذا. أوكي، بما أنك مدحت محمد شريدة وايد، خلينا نسمع محمد شريدة إيش راح يقول عنك أصلًا. يلا. مسي عليك بالخير محمد شريدة، كاتب كلمات أغنية هذا وقته. مساكم الله بالنور. والنور والسرور. مبروك إبراهيم. يا حبيبي. حبيبي الله يبارك فيك. حبيبي إيبو، والله كله تمام. وأنا والله أمس توني قاعد أقول أمس لما نزلوا الأغاني طبعا نزلوا وقت واحد، بس أغنية هذا وقته هي الوحيدة اللي الفيوز مالها بسرعة صعد قبل ما أنام شفتها أو عقب ما شيكت يعني. فأتمنى أنت تكون عايش هاللحظة السعيدة معاي وأنها تكون للحين يعني. لا لا، أغنية أنا وايد استمتعت الشغل فيها، خاصة أنا في الأعمال اللي تيني من اللي أركب على لحن أستانس إن أشوف اللحن وين رايح تفعيلته. فالموضوع هذا وقته هم هو الكلمة استفزتني لما أنا قلتها، يعني قلت شنو اللي هذا وقته، لأن أستانس تسمع اللحن تقول الكلمة اللي بتبيها تركب، صح. فركبت معي هذا وقته، فهذا وقته شنو. فهني استمتعت إن أنا رحت في المكان، استمتعت بالتعاون مع إبراهيم ومع أنين. نعم. عقب ما ركبت عقب شهرين ثلاث سمعت الغنى، كان أنين قاعد تسمعني، قلت لها لا حلو، قلت لها حلو سنة يعني أنت ما تدري يعني أنت كاتب وناطر عقب شهرين تسمعها كأنه شعور أول مرة تسمعها، فأنا استمتعت بالعمل أمانة. كان وقت أن أنا أشتغل معك يعني بهالألبوم صراحة، تشرفت فيك والله. الشرف لي يا حبيبي. محمد إحنا كان ودنا تكون ويانا اليوم وناخذك اتصال، كون أن هذا النجاح أكيد إبراهيم يهمه أن تشاركونا نجاحه، وهو أيضا يعتبر نجاحكم. اليوم إحنا قاعد نتكلم عن هذا التعاون اللي يعتبر الأول بينك أنت وإبراهيم، وال يعني خلينا نقول التعاون الوحيد اللي موجود في الألبوم، لكن تميز على طول ومثل ما قال إبراهيم لاحظت الناس بسرعة. التحدي أكيد قادم راح يجيكم أكبر وأكبر من بعد. صحيح. هذا النجاح إن شاء الله. شكرا محمد على مداخلتك معنا،
ومشكور على الابداع اللي سمعناه، لان انا قلت حق ابراهيم هي فازت عندي هالاغنيه من البدايه. تسلم يا حبيبي. تسلم يا حبيبي. سلمك يا حبيبي. كل الشكر لك الكاتب محمد شاعر محمد شريده على هذا الاتصال. راح نسمعكم اغنيه هذا وقته، كلمات محمد شريده والحان انين. راح تسمعون شيء مختلف مثل ما قال ابراهيم، اول مره تسمعونه بهاللون، ومحمد ابدع وقال استمتع وما هقى انه ممكن انين تطلع الكلمات بهالطريقه. حس فيها ابراهيم اكيد، وهذا الاحساس المفروض يوصلكم من بعد ما تسمعون اغنيه هذا وقته. اتحداكم اللي راح يسمع هالاغنيه وما يحبها، الله عليك والله على الكلمات اللي قاعد تنقال في هذه الاغنيه. نقول ونصرح ان هذه الاغنيه راح يكون عليها فيوز نار. انت تسمع حلقه خاصه لاطلاق البوم الفنان ابراهيم دشتي الحين على مارينا فام. كنا احنا ابراهيم قاعد نسولف عن البوم كان النصيب الاسد حق فهد الناصر في الحانه، فاكيد وجود هذه الكميه من الالحان في البوم واحد يمكن شويه الناس تحاتي، او انت يمكن تحاتي انه هل الروح راح تكون واحده، هل الاغاني راح تتشابه اذا كانت من نفس الملحن، فحرصت ان كل اغنيه يكون لها لون مختلف حتى لو كان تعاونك مع فهد الناصر. شوفي فهد الناصر 2011 سوينا مخاصمها وانطلقنا انا وياه وسعد المسلم وحسام كامل. صح. الناس كانوا يسمونا فريق برشلونه. اوكي. فكنا يعني مع بعض نجاح ورا نجاح، نجاح ورا نجاح. اوكي، انا بسمع هذه النجاحات اكيد، لكن احنا بنسمع من فهد، لان احنا قاعد نحاول نصيد فهد كثر ما نقدر. ندري انه يمكن جدوله يكون وايد مضغوط. معانا الملحن فهد الناصر على الخط. نمسي عليك بالخير من مارينا اف ام وبحضور ابراهيم دشتي. مساك الله بالخير، يعطيك العافيه. الله يعافيك. جزاك الله خير. يسلمك. احنا قلنا ما راح نطوف هذه المناسبه، خصوصا المره اللي طافت ما قدرنا نصيدك كونك مشغول، لكن اليوم اكيد احنا سعيدين بسعاده ابراهيم انك انت تكون معنا في هذه الحلقه الخاصه بمناسبه اطلاق البومه. أول شيء أنا أحب أشكركم، يعني أنتوا استضفتوا جزء لا يتجزأ من هالمسيرة اللي قدمناها مع بعض. إبراهيم أخ على الصعيد الشخصي وصديق مقرب وفنان، يعني كان أنا بقول كلمة راح يتشرهون علي وايد عقبها. أول من بدأ الأغنية السريعة الحديثة في تاريخ الفن الشبابي في الكويت هو إبراهيم دشتي. سلام لي يا ابو طلال. واول من يعني غنى القصيده اللي كانوا يقولون عنها جريئه ولا، وانتم رحتوا يعني الكلام اللي كنا نسولفه بديوانيه على الصعيد، خلينا نقول الغزلي، على الصعيد العاطفي، على الصعيد ونستحي نغنيه هو ابراهيم. واول من جلب الايقاعات الدرامزات على الاغنيه السريعه في الاغنيه في الحداثه اللي صارت في الاغنيه الشبابيه ابراهيم. فلذلك لما نتحدث الحين اليوم عن ابراهيم دشتي احنا قاعد نتحدث عن اغنيه ما زالت قاعد تستحدث، ما زالت قاعد تطور. يعني أنا في أغاني في الألبوم أتوقع يبلهم سنتين عشان يستوعبون إحنا شنو قصدنا. صح. يعني لأن اليوم أنت مثل ما أكيد سمعتي روان قبل، يعني من يوم خاصمها وانقاذ موقف، يعني كلمة انقاذ موقف وقتها كانت صعب إنك تحطها عنوان أغنية. أكيد أكيد. والله خير. أنا يمكن أقول يعني أنا ما بيمدح إبراهيم عشان يقولون يعني يمدح رفيجة ويمدح أنا، وإبراهيم أخوي الصغير يعني، ولكن إبراهيم أشوفه راح يظل بإذن الله مستمر لإيقانة بأن هناك أغنية راح تتطور في وجود يعني لا ممنوع. يعني إبراهيم عنده لا ممنوع في الموسيقى. صحيح. ولا ممنوع في التطوير ولا ممنوع. يمكن هالمرة إحنا شوي من خلال قاعد اتكلم عن 13 سنه يمكن او 12 سنه اول مره ننزل كم. العاده ننزل اغنيتين ونسيطر عليهم. امس اسولف وياه قلت له صح، يعني بفضل القنوات الاعلاميه مثال مارينا فام ومثال باقي القنوات ان شاء الله يقدرون يساعدونا حتى في لان احنا مو سالفتنا تسويق، احنا سالفتنا نلحن ونغني حلو ونسوي أغنية جميلة تستانسون منها والباقي عليه على الله ثم عليكم. واعتقد فعلا فهد اليوم انت لما قاعد تتكلم عن تعاونات، وتناقشنا بهالموضوع مع ابراهيم المرة اللي طافت، ان الحلو في تعاوناتكم اغنيتكم ما تموت، تايمليس، قاعد تم موجودة لو تسمعها بعد 14 سنين كأنها هي ترى توها نازلة، وهذا قاعد يميز تعاونكم. لا الله يسلمك روان، اقطع كلامك بالخير. احنا هذا ما كان هي ما تمي يعني هي ما فيها ميزة ثانية غير انه كان هناك تركيز. يعني انا قاعد اقول لك شيء، في اغاني خذت في تركيب الصوت، احنا قاعد نتكلم 3-4 ايام بس ني عشان ركب صوت.
ثلاث ايام بس ني عشان نسوي اديت ونقطع ايقاعات، ثلاث اربع ايام بس هالحزام كامل اللي طرش لنا من دبي كل شوي ماستر سمعوا قط ابراهيم وصل يعني قفر صوته على الكورال نزل الالات، فيعني التركيز امر طبيعي يعني خلاك تعيد النظر وتفكر وتشوف شنو عيوب العمل وترد سمعه وترد ثاني يوم الاذن تشبع. صح، الاذن دائما اذا في 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 يعني في نفس اليوم سويت كل شيء تشبع، فاحنا كنا ناخذ وقتنا. هالمره قاعد اقول له يعني بسم الله عليه هو شغله في دائما في الدوحه، فيمكن عشان احنا ما التقينا وايد في انا يعني لو ايضا انا يعني كنت عندي صلاحيه باني استخدم في بعض اغاني الاخوه الشباب اللي مشاركين كنا ايضا عملنا اضافات ثانيه، ولكن اوعدكم ايضا في الجاي راح تسمعون شيء مختلف. احنا متاكدين واحنا سعادتنا بسعاده ابراهيم، يعني ما ادري اذا قاعد تشوفنا بالتلفزيون بس اذا شفتنا بالتلفزيون بالاعاده راح تشوف سعاده ابراهيم وسعادتنا. مشكورين على الطباخ اللي قاعد تطبخونه لنا، لان الطبخه اخر شيء قاعد تطلع وايد لذيذه. فهد احنا يمكن اول ما سمعنا الثلاث اغاني اللي نزلت انا صوت حق تمادينا واقول لك اياها الحين، وقلت حق ابراهيم انا زعلته شنو قاعد يصير شنو قاعد تسوون. اي انا زعلته، احنا استخدمنا الله يسلمك قاعه بسته، بس المره استخدمت انا يعني سويت شيء كذي غريب بالاذن لما تسمعينه. انا يعني انا دائما هاللقاء اشوفه محبب في اغاني، يعني سويت فيه طلع عاشق، سويت فيه حق ابراهيم، ايضا استخدمت جزء منه وابراهيم في مشتاقين. ايوه بالضبط. بس اللي صاير هالمرة اللي صاير أنا قلبت شوية من داخل يعني داخل التفعيلة الإيقاعية، كنت متعمد إنه يوصل الإذن شيء شوية مقلوب، يعني متعمد أسوي كذي. وصل إيه، لأن الكلام فيه اعتراف وفي دم خفيف يعني. أيوة ويقول أنا يعني رحت لي باب بيته يعني أودي ورود وتاه وموج فحس إيه، فحسيت إن أنا لازم بعد أصير نفس الشخصية اللي قاعد تغني يعني نفس إن شاء الله يكون وصلت. بس أنا بيش بعد تسمعين أيام الحب، لأن أيام الحب تعنيني إيه والله إيش يعنوني يعني أنا راح أكيد راح نسمعها حق المستمعين أكثر، لكن فعلا هذا أول شيء شدنا. شكرا فهد الناصر على وجودك معنا في هذا الاتصال. الله يسلمك وزدت اللقاء جمال وحلاوة. شكرا على الله يسلمك معنا وعطيتك. وأنا يعني هذا طلب أخير بيكم، يعني دائما تدعمون شبابنا. أكيد إبراهيم من الأوائل اللي قاعد يقدمون هذا الفكر الجميل، واليوم صاحب فيها الظروف يعني شركات كبيرة ما قدرت تسوي إنتاجيات. اليوم إحنا نتكلم على صعيد شخصي وفرد واحد يقدم ألبوم في عز خسارة شركات كبيرة طبعا. يحتاج أن نصفق له، خصوصا أنه هو يمثل الأغنية الكويتية. مشكورين شكرا شكرا كبير فهد الناصر، وأكيد هذا سبب وجودنا في هذه الساعة الخاصة. اليوم راح نسمعكم أغنية أنا زعلتها، الأغنية من أول ما تشتغل أنا ودي أسكت عشان بس تسمعون الإبداع، ما أبي أطول. الإيقاع الكويتي، اللحن، شنو قاعد يصير من شيء جبار. إبراهيم قشعريرة قاعد يصير بهالغنية. استمتعوا بالإيقاعات وإبداعات كل من فهد الناصر والكاتب سعد المسلم وغناء إبراهيم دشتي. أنت تسمع حلقة خاصة لإطلاق ألبوم الفنان إبراهيم دشتي الحين على مارينا فام. كونك أنت فنان وحريص أن شغلك يطلع بصورة ممتازة وفوق الممتازة، وبين تختار الكلمة الصح والملحن الصح والموزع وكل هذه الأمور والتفاصيل، وقمت حتى تتدخل في موضوع الفيديو كليب وشكل الأغنية. اليوم إحنا قاعد نشوف أن حتى أنت شاركت في تلحين واحدة من أغانيك بهالألبوم، فالحين إحنا بنقول إبراهيم ممكن يكون ملحن ولا أنت كان عندك رؤية في هذه الأغنية بالذات، وإحنا قاعد نتكلم عن قراري صعب. قراري الصعب بهذه الأغنية قدم لي إياها الموزع يعقوب. يعقوب هو من الشباب الموزعين اللي صار لهم فترة على الساحة قاعد يبرزون بشكل جدا جميل وقاعد يقدمون فكر جديد. فلذلك لما حتى أنا وفهد يا هلا ومرحبا المرة الثانية عشان تيجي أي متى يا حبيبي والله سلم لي. فيعقوب لما أنا وفهد عطيناه غنيتين، العادة إحنا لما نعطي الموزع نبي نشوف شكل الأغنية شلون يصير، فلما الموزع يكون شاد حيله وقدم لنا الأغنية فقل يعني فهد قال لي خلاص خلنا نسويها معاه يعني شوف شنو سوى، يعني سوى أشياء زيادة على اللي إحنا نبي. فيعقوب جدا شاطر وجدا موسيقي مهنك يعني. فأنا اشتغلت معه ثلاث أغاني قبل، لما قدم لي الأغنية ما كانت بهالشكل، فأنا قلت له يعقوب إحنا هذه الأغنية لازم يعني
لازم شفتي شلون الفوطه لما تنفضينها تنفضها شويه. احنا نفضنا الاغنيه قلت له احنا لازم نسويها بهالشكل. حلو. فلما جربناها طلعت بهالشكل اللي انا اشوفه جديد علي اول مره اغني. فقلت له خلاص كمل وسو خلينا نحط كمانجات ونطرش ايقاعات ونسوي كل اللازم حق هالاغنيه عشان تطلع بشكل انه ما تكون اقل من اي اغنيه بالالبوم. وتعبنا عليها الامانه ووايد عدنا فيها التوزيع لين طلعت بهذا الشكل. فانا يعقوب وايد اقدم له تحيه كبيره من مارينا اف ام واقول له كمل احنا معك. تمام حلو. بما ان هالاغنيه شاركت انت في احنا خلينا نقول نفضتها شويه عشان تطلع بالصوره اللي انت تبيها فاكيد راح نسمعهم هذه الاغنيه. طبعا الاغنيه قراري الصعب كلمات عز والحان مشتركه بين يعقوب وابراهيم دشتي. سمعوا يعقوب او خلينا نقول سمعوا يعقوب بلس ابراهيم دشتي. انت تسمع حلقه خاصه لاطلاق البوم الفنان ابراهيم دشتي الحين على مارينا فام. الموزع هالأيام إبراهيم ما تقل عن أهمية وجود كاتب ممتاز وملحن أيضا مبدع. لا طبعا. لأنه هو بالنهاية هو اللي راح يخلي الصورة تكتمل 100% بالنسبة لك. صحيح. احنا شفنا الحين في ألبومك هذا أغنيتين من توزيع أحمد شعتوت. صحيح. شو اللي يميز الموزع أحمد شعتوت عن غيره واللي خلاك تتعاون معه؟ شوف أحمد شعتوت أنا بالنسبة لي يعني لما فهد الناصر خلص الاستديو ماله الجديد اللي مسويه ما شاء الله يعني يعتبر للحين هو أحلى استديو بالكويت. سوى الاستديو وقال لي تعال. فلما رحت شفت عنده موزعين منهم أحمد شعتوت كان جاي من مصر. ففهد الناصر عطاه الجرعة الكويتية قال له تعال يبا احنا الأغاني نشتغلها كذي 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 نسوي. فأخذ من فهد يعني الكثير من المعلومات وأنا كنت أشهد هالشيء كنت قاعد يعني. فأحمد شعتوت نفسي عقوب لما كنا نعطيه أغنية كان يبدع فيها. وتدرين أنت اليوم مثلا لما يبونك في برنامج وفي أسامي كبيرة تبين تجتهدين عشان تمسكين البرنامج يكون حقك. فالموزعين كانوا يبون يشاركون بهالألبوم وكانوا يدرون أن أنا شنو الطريقة اللي بشتغل فيها بالألبوم. فأبدعوا وخذوا المكان الصح يعني اجتهدوا وخذوا مكانهم باجتهادهم يعني الأمانة. مو أنا اللي اخترت أو فهد هما اجتهدوا وأنا وفهد شفنا أنه خلنا نعطيهم هالفرصة لأنه سووا شيء وايد حلو. فأحمد شعتوت يعني أبدع بهالغنيتين يعني تمادينا من توزيعه. يس. والأغاني إيه وأنا زعلته مع أن الأغاني ترى يعني كويتية بحت. يعني فشعتوت حط فيها لمسات جديدة فحبينا أنها تكون من نصيبة يعني بالألبوم. تمام. وبعدين إحنا أوردي سمعنا ناس من قبل تمادينا وقبل شوي سمعناهم أنا زعلتها خلنا عيل نسمعهم من توزيع طبعا بديت أشك. وهي يمكن الأغنية بالنسبة لك حبيت أن أنت تتطرق لها. أي الأغنية جديدة هي قصيدة. أي. وكاتبها خالد الغامدي هو نفس اللي كتب تمادينا. ممتاز. فيعني الأغنية جديدة توزيع ولحن التركيبة يعني فهد الناصر ما أقدر أقول شيء. سمعوا عيل. أنت تسمع حلقة خاصة لإطلاق ألبوم الفنان إبراهيم دشتي الحين على مارينا فام. شفنا التنوع في هذا الألبوم وهذا اللي مخلي الألبوم يكون تحدي مو بس حق إبراهيم دشتي لكن حتى حق سواء كان جمهوره أو اللي يبي يبلش يسمع حق إبراهيم دشتي راح يشوف التنوع موجود من ناحية الكتاب الملحنين والموزعين. اليوم مع كل هذا التنوع في هذا الألبوم إبراهيم أكيد أكيد كونك فنان عندك طموح لحد الحين أنك تتعاون مع شعراء معينين ملحنين وموزعين وأنت جربت تقريبا كل الألوان في هذا الألبوم مو كل الألوان بس أكيد أغلب الألوان اللي كنت تبي تدش فيها. ترى كلهم كلهم خلاص سوينا كل لقاعات ترى. لا بس انت اكيد في انا يعني بعدين بتكلم في لقاعات بس لقاعات اللي هي يعني مو دارجه يعني ما حد يغنيها بس احنا سوينا كل لقاعات اللي المفروض ان الفنان يغنيها والكلام واللحن والجو الكلام والالحان يعني سوينا ترى يعني بقول شيء انا بهالالبوم شفت شنو الاغاني اللي يعني حتى بقول شيء اغنيه انا زعلته ترى ما في احد يغني هالايقاع ما في يمكن غنيناه أنا
مطرف عبد القادر الهدهود. الله. احنا الوحيدين اللي غنينا هاللقاء على فكره. لان اللقاء هذا صعب ومو اي احد يقدر يلحنه، والتوزيع وطريقه الغنى فهو له طريقه معينه، فاحنا اللي غنيناه واحنا يعني حرصنا انه يكون في ايقاع بهذا الشكل. وفي ايقاعات غنيناها فنانين مثلا وقال لك فهد انا جريء، انا يعني شنو في ايقاع انا اغنيه حلو وادري ان الناس راح تتقبله مني، ليش ما اسويه يعني؟ ليش ما احيي هاللقاء ونخليه موجود باذن الناس؟ فسوينا كل ما يلزم، كل ما يلزم انه هو يوصل حق اكبر شريحه ممكن انه تسمع هذا الالبوم، كبار الصغار. كان ناقصنا سامري ترى، ما عشان شي قاعد اقول لك انا متاكده ادري بس مو دارج كالبوم اقصد يعني. انا اعتقد ان انت كل مالك راح تتحدى نفسك اكثر واكثر، ودائما حتى لو البومك كان فريش وتوه نازل انا ادري عقلك وافكارك قاعد تشتغل حق الشيء الجاي يعني. راح نتكلم عن قاعد نجهز سنجل الحين اتحرقها بقولها بعد شوي يطر علي مستعيل على رزقك يا ابراهيم. راح نروح حق اغنيه تعال، كونها بالنسبه لك الله. ايضا هذا التعاون هم ثلاث الحان حق انين في هذا الالبوم. انين هذا الاغنيه انا اسميها، شفتي أغنية على الدين على البساط السحري؟ أيه. هو وياسمين. صح. أنا لما أسمع الأغنية أحس نفسي فوق السحاب على البساط السحري وقاعد أسمعها، لأن الأغنية يعني يلا تعال خلنا نطلع السلم سوا، يعني شيء وأنين يعني ما في لا غبار. هذا اللي إحنا حسيناه حتى لما إحنا سمعنا أغنية تعال، كلمات ظافر بن سواد صحيح؟ وألحان أنين، وقلت لك إياها قبل شوي وأنت اللي وصفك هو اللي ممتاز ويتفوق على وصفي. بعد في شيء بقوله، قول. الموزع إبراهيم شلبي، نعم، يعني راح تسمعون موسيقى وشيء وايد يعني يونس بهالأغنية. نعم. فعيشوا اللحظة معنا، عيشوا بساط الريح مع إبراهيم دشتي، لأن راح تحسون فيها وايد وبتطيرون. أنت تسمع حلقة خاصة لإطلاق ألبوم الفنان إبراهيم دشتي الحين على مارينا فام. نشذب عليك إبراهيم إذا نقول لك إن الناس ما تبي تسمعك بالجو الرومانسي، ما تبي تسمعك بالجو الهادي، والحين الجو بعد قاعد يبرد ويصير حلو، فالحين قاعد يقولون لا إحنا نبي إبراهيم هذا. يعني شلون إذا ما دششنا بالكرامة وهل وحتى الله يشفيني، هذا جو رومانسي. أي. أوكي، اليوم اللي قاعد يمر على أسامي ألبومك قاعد تصدمه، اسم الأغنية تعطيك إيحاء شيء وبعدين تسمع شيء ثاني. أيام الحب، شنو أيام الحب؟ هذه الأغنية على فكرة صار لها يعني إذا أقول لكم 4-5 سنين موجودة عندنا أنا فهد الناصر، ما حد راح يصدق. أوف والله العظيم. وليش التأخير فيها؟ شوفي كل أغنية لها وقت معين. صح. كل أغنية لها وقت معين تنزل فيه، يعني مو أغنية حلوة ويلا تعال خلنا ننزل، لا أنا من زمان أقول يعني حتى مثلا من زمان أنا وفهد ما نحب ننزل شيء بموسم، يعني مو إذا صار عيد ننزل أول يوم عيد أغنية، صار عيد الحب ننزل أغنية بأول يوم عيد، لا إحنا في رزانة في اختيار وقت الأغنية متى ينزل. ممتاز. عندنا رزانة وايد ثقيلة يعني ما يهم الثقل يعني. حلو بعض المرات يقولون الثقل زين، هذا هو الثقل الزين. صح. فهذه الأغنية كانت تحتاج أنها تكون بشكل معين وفي وقت معين أو في ألبوم، فقلت حق فهد يلا خلنا نشتغل. حتى اشتغلناها مع موزع يعني ما يطري على بال أحد، يعني ميشيل فاضل بيانيست ما حصل في الوطن العربي وموزع كبير شيء ما حصل. فلما فهد قال لي ميشيل فاضل قلت له ميشيل فاضل فهد. شوفه فهد لما يقول لي أبي هالموزع ما أناقشه أبل، لأن فهد يعني فهد موسيقي محنك هذا كورة يعني، فأي يعني أنا أبي هالموزع لأن أبي أسوي معاه كذا كذا كذا. ففهد دال الدرب وين يروح بغنيته وبلحنه وأنا معاه، يعني إحنا تيم يعني. صح. فأغنية أيام الحب فعلا شتوية وسوينا فيها شيء. وانا قلت لك انا ما ابي اتكلم عن اغاني، انا لو بتكلم عن اغاني يمكن لازم افتح لايف انستغرام واقعد اسبوع كامل ما اسكره بس اتكلم. فاحنا نبي الناس هم اللي يقررون، راح يسمعون وراح يقررون وراح يحكمون على كل اغنيه بما ان، لان هذا كان السبب ورا ان احنا طرينا لكم اغنيه ايام الحب، شلون ممكن تعيشكم اجواء مختلفه، اجواء تعودتوا عليها من ابراهيم دشتي، لكن اكيد ابراهيم دشتي كل ماله ويبدع زياده. ايام الحب من كلمات عبد الله العماني والحان فهد الناصر وتوزيع ميشيل فاضل. اكيد هذا وقتها
بس حزة ليلة حز حزة مغربية ولازم مطر لازم ها؟ ايه لازم بس ما يمنع ان الناس تسمعها الحين ايه لا يسمعوها الحين لان الجو حلو ايه في حبيبة ويحبون ايه ايام الحب فخلنا نعيشكم شوية اجواء رومانسية وفيها جرعة حب زايدة. انت تسمع حلقة خاصة لاطلاق البوم الفنان ابراهيم دشتي الحين على مارينا فام. احنا كذي بقعد نوصل حق الختام ف التنوع اللي موجود ما هقينا بصراحة عشان شي تعمت بختم فيها هو أوردي مستمعينك ومعجبينك سمعوها خلصوا لكن قاعد لحد الحين قاعد تاخذ صدى لأن ما هقوا قالوا ممكن نسمع إبراهيم باللهجة اللبنانية باللهجة المصرية لكن تصرحت المرة اللي طافت وقلت راح تكون في أغنية باللهجة المغربية ونزلت على طول نزلت على طول. ليش اخترت اللهجة المغربية تنزل وش صار على المصرية؟ الحين أقول لك الأغنية المغربية احنا لما انا اقول اغنيه مغربيه زين اقصد اغنيه مغربيه حق شعب المغرب صح. فانا لما طلبت اغنيه مغربيه طلبتها من شاعر مغربي ملحن مغربي موزع مغربي تيم كله مغربي فقلت لهم انا ترى بس انا اللي راح اكون كويتي بالاغنيه انتوا كلكم مغربيين. فهي كانت موجوده لان احنا بستار اكاديمي كنا الوطن العربي كان يتابع ستار اكاديمي فانا عندي جمهور في كل دوله عربيه صحيح. فانا شفت في انستغرامي ان عندي كم هائل من الفولورز في من المغرب فيلم المغرب واو. فقلت بنسوي لهم اغنيه ونرجع نحيي الذكرى مالت ستار اكاديمي وهذا اللي صار فعلا. فانا كان المغزى من الاغنيه المغربيه للشعب المغرب مش مطلوب من اي خليجي انه يقول ترى انا ما عجبتني الاغنيه لان ما فهمت ولا شيء يعني مو مطلوب من اي خليجي انه يفهم كلمه مغربيه okay. فاحنا لما نسولف مع احد مغربي كنا نقول له تكلم شوي شوي عشان نفهمك لان اللهجه المغربيه صعبه صح صعيبه على قولتهم ايوه. فهي كانت للمغاربه ولو تشوفين اليوتيوب تيك توك انستغرام عندي الفيوز مال الاغنيه عالي والاغنيه ترند في المغرب وانا ابيها تكون ترند هناك فما كان مطلوب انتقاد الاغنيه يكون لي انها ما عجبتك لان ما فهمت الكلام فاحنا وايد ناس يسمعون انجليزي انا افهم انجليزي واعرف انجليزي بس في اغاني انجليزي ما اصيد الكلام بس يعجبني روح الاغنيه شلون صايره اقرب لك اياها ليش انجليزي بعمرات نسمع تركي نسمع هندي نسمع الحين نسمع كوري انا اغني تركي وما افهم تركي بس مره لما اسمع اغنيه اقول الله الاغنيه حلوه صح. فهذا يعني كان عتب على الناس اللي مو فاهمه الاغنيه دش جوجل والأغنية المصرية أيضا راح تنزل عقب لأنه راح أصورها فيديو كليب لأن الأغنية وايد قوية فما حبيت أنها تنزل كذي فبنصورها فيديو كليب أوكي. وأنا قاعد أختم معك قبل شغل يا قلبي أنت كان المفروض في بعد أغاني تكون نازلة وقررت أنك أنت تأجلها بعد الألبوم ما فيها رسك شوية أنك تنزل أغاني وأنت تنزل الألبوم؟ إحنا حتى بقول شيء أغنية الله يشفيني بشكل سريع الله يشفيني هي مو أغنية هي قصة إيه؟ هي يعني مو أغنية هي قصة لأن من بداية الأغنية لنهاية الأغنية أنا اللي أغني ما في سولو ما في كورال yes. فهي لازم الناس يسمعون القصة وغير كذي أغنية شنو تروح هم يعني لازم الناس يسمعونها لأن إيقاعها غير وجديد والكلام واللحن وتصورك وحتى الفيديو كليب سويناه يعني اتصلت على المصور قلت له قوم يب كل أغراضك وتعال بنصور كليب هو صور وما يدري شنو بنسوي وهذا اللي حسيناه ترى أنا لما شفت الفيديو كليب حسيت إنه هو شيء صار الحين وأنت عايش المود الحين بالضبط. فبين ووصلت روح الفيديو كليب من خلال الأغنية إبراهيم الألبوم أكثر من رائع التنوع شكرا. اللي موجود إحنا بعد داشين وياك هذا التحدي وودنا نشوف الناس وين مالت وين حبت وشنو اللي راح يكون بالنسبة حق إبراهيم من فانزا بالتوب فايف مع أن الألبوم يحتاج أكثر من توب فايف كل التوفيق لك إن شاء الله وياكم يا رب وسعيدين بهذا الألبوم أنا أكثر والله ومارينا مكانك و... شكرا لكم وبيتك ومتى ما تبي حياك الله كالعادة وإحنا سعيدين بوجودنا اليوم معك بيوم الخميس وخميس ونيس وألبوم أروح يديد. الحين بالسلامة خلاص إيه بالسلامة بنحط لك إياها بالسلامة لكن إن شاء الله دربك دائما يكون خضر وكله يا ربي سلامة راح نختم مع إبراهيم دشتي من هذا الألبوم الجميل يستحق فعلا أن الشخص يوقف عنده ويسمع أغنية وأكيد أكيد راح تصيدون مودكم في واحدة من هالأغاني نختم مع يا قلبي وهي أغنية مغربية كلمات يونس آدم والألحان محمد الرفاعي وتوزيع حازم غازي وأكيد حازم غازي وأكيد غناء إبراهيم دشتي Thank you Have a nice weekend all وعلى الصوت مو ضروري تفهم بس استمتع بالكلمة